العماره كما كتشوفوا من برا ها هو الديزاين ديالها، شي حاجه في المستوى. انتما ما شاء الله الرحمن الرحيم. الطبقه اللي صورتكم هاد الثانيه هادي هي اللي صورتكم، وبقى الطبقه الرابعه بجوج بيهم باقي. انتما بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دخلت العماره كما كتشوفوا هي هادي. دابا انا كنتواجد فين من الباقيين ثلاثه ديال البارتمنت، وحده في الثانيه وجوج في الرابعه. ها انتما كاين حتى لاسانسور هنايا مع الدخله الباب طالعين ثاني. الباقه هادي المساحه ديالها 108 متر مع الدخله. كندخلو كنجبرو هاد الصالون، هذا الصالون اللي عندنا الشمال، ديزاين جديد، سبوطات ونيت والصباغه ديال الياقوته، السراجم الكتري، وعندك السيجور. عندهم المساحه ديالها 108 متر، تيتري محفظ، درجات في احسن الاحياء، عين من اللون. على يدنا الشمال كاين بيت بالدوش ديالو والحمام، مشاعر لا ضوء لا حتى شي حاجه. هانتوما كما كتشوفوا شقق صراحه الله غزالين ما شاء الله الرحمن الرحيم. على يدنا الشمال كاين بالكون متسع. انا غنصور لكم حتى الموقع بالضبط ديال الشقق، خليكم مع الفيديو. صراحه الله الشقق غزاله ما شاء الله الرحمن الرحيم. كنزيدو نيشان على يدنا اليمين، عاوتاني كنجبرو بيت الاولاني. هانتوما الديزاين شي حاجه في المستوى. ما بغيتش نشعل الديوان باش تشوفوا واش ضاويين ولا لا. السراج الهوادي هذا بيسات، وهذا الديكور هذا ديال الكابس، واخا الاضاءة شوية قليلة. هذا بيسات كنزيدو، كنجبرو الدوش الثانية رئيسية، وهذه هي الكوزينة ما شاء الله. حتى هي الكوزينة عندها واحد الباتيو هنا، البالكون ديالها هنايا كيطل على الباتيو، بلاصة ديال السخان ماشينا. انتما ما شاء الله كاين هذه الطبقه الثانيه هي اللي باقا، وباقيين جوج في الرابعه 105 و108 متر هما اللي باقيين.